متفرد بعد البخاري صح والقرآن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فحياكم الله إخواني الكرام وأخوات الكريمات في حلقة جديدة من برنامج صحيح الإمام مسلم عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وكالعادة نتناول في هذا البرنامج شرح الأحاديث التي رواها الإمام مسلم في كتابه الصحيح بالشرح والتوضيح والتبيين. فنبدأ بشرح أهم المعاني والكلمات التي جاءت في هذه الأحاديث، ثم نشرح هذه الأحاديث ونبين ما فيها من الأحكام، ونختمها أيضا بالفوائد التي جاءت بها هذه الأحاديث النبوية. أخوان الكرام، أخوات الكريمات، ثواني معدودة نستمع لهذا الحديث، ثم نعود إليكم مرة أخرى بعد هذا الفاصل، فانتظرونا. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الناس ينصرفون في كل وجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. أهلا وسهلا بكم أخوان الكرام وأخوات الكريمات، عدنا لكم مرة أخرى بعد هذا الفاصل، وبعد أن استمعنا لهذا الحديث، ولا يزال الحديث موصولا في شرح كتاب الحج من كتاب صحيح الإمام مسلم عليه رحمة الله تبارك وتعالى. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الناس ينصرفون في كل وجهة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت. أخواني الكرام، أخوات الكريمات، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أحكام الحج من أركان، من شروط، من واجبات، من سنن. فعلى المرء المسلم أن يحرص على تعلم أحكام الحج التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني مناسككم. إذا أردنا أن يتقبل الله عز وجل هذا الحج، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الحج، قال: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج المبرور يعني الحج الخالص لوجه الله سبحانه وتعالى، الحج الخالص لوجه الله عز وجل، والمبني على كتاب الله وسنة رسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه، بعيدا عن التقصير وبعيدا عن البدع. فهذا الحج يتقبله الله عز وجل، يتقبل الله عز وجل منك هذه الحجة، وجزاؤه الجنة. ومن المؤسف أن هناك من تكون هذه الحجة هي حجته الأولى، فيذهب مع أي حملة من الحملات التي لا تتقي الله عز وجل، لا تحرص على السنة، لا تحرص على أن تكون الحجة أو يعني وفقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبفضل الله عز وجل أن أغلب الحملات الآن في الكويت وغيرها تحرص على مرافقة المرشدين من خلال يعني التعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مشكورة، التي تزود هذه الحملات، وبعض الحملات مشكورة مأجورة، هي تحرص على جلب العلماء الكبار حتى ترشد حجاجها كيف يحجون الحج الموافق لكتاب الله وسنة رسوله محمد
صلى الله عليه وسلم. إخواني الكرام، من مناسك الحج طواف الوداع، فالمسلم إذا انتهى من الحج، انتهى من الطواف والسعي وانتهى من يعني الأعمال وانتهى كذلك من الوقوف بعرفة، وهذا طبعا ركن من أركان الحج، واليوم العاشر أيضا يطوف ويسعى ويحلق رأسه ويرمي جمرة العقبة الكبرى، أربعة أعمال يجب أن يعملها في اليوم العاشر. يتبقى اليوم الحادي عشر والثاني عشر، يبيت بمنى ويرمي جمرات الثلاث الصغرى والوسطى والكبرى، 21 حصاة، سبع حصيات وسبع حصيات وسبع حصيات لكل جمرة. ومن تعجل لا بأس عليه، ومن تأخر يريد أن يبيت إلى اليوم الثالث عشر فهذا يكون أفضل في حجه. فعندما ينتهي من أعمال الحج كلها ويريد أن يرجع إلى بلاده، فعليه أن يطوف طواف الوداع، يودع هذا البيت بمثل ما استقبله بطواف القدوم وطاف حول بيت الله الحرام، فليكن آخر عهده بالبيت. وهذا واجب وجوب تام على كل حاج، على كل حاج وحاجة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن، يعني لا يخرج أحد، يعني ينفر ويخرج من بيت الله الحرام حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت. فإذا من مناسك الحج الطواف حول بيت الله الحرام، يطوف سبع مرات، سبع مرات من الحجر الأسود إلى الحجر، هذه مرة، ثم مرة ثانية، ثم ثالثة ورابعة وخامسة وسادسة، والسابعة ينتهي عند الحجر الأسود، ثم يصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم أو في أي مكان في الحرم حتى لا يزعج حجاج بيت الله الحرام. كذلك في هذا الحديث نجد من فوائد هذا الحديث أن هذا الحديث دليل على وجوب طواف الوداع لكل الحجاج إذا فرغوا من مناسك الحج. الحاج غير المكي، أما حجاج مكة فليس عليهم طواف الوداع. كذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، هذا دليل على وجوب طواف الوداع. ولكن خفف النبي صلى الله عليه وسلم طواف الوداع على من كان عنده عذر، كالمرأة التي تكون حائض غير طاهرة، فخفف عن المرأة الحائض بإسقاط الطواف عنها. وكذلك من فوائد هذا الحديث أنه يجب أن يكون طواف الوداع إخواني الكرام أخوات الكريمات هو آخر عهد الحاج في بيت الله الحرام. بعض الناس يعني في يوم 12 ذي الحجة مثلا أو 13 ذي الحجة يطوف حول البيت، يقول أنا انتهيت الآن طواف الوداع، ثم يجلس في مكة يوم يومين ثلاثة أربعة خمسة ينتظر طائرته، ينتظر الطائرة، فهذا عليه أن يعيد طواف الوداع. فيجب على المرء يكون آخر عهده في البيت طواف الوداع. طبعا لو كانت 10 ساعات 12 ساعة 13 ساعة لأنه يريد أن ينتظر السيارة، ينتظر الرفقة، فلا بأس بذلك. كذلك إذا أراد أن يشتري بضاعة يتسوق، فالأفضل أن تكون هذه البضاعة وهذا التسوق قبل أن يودع البيت، قبل أن يودع البيت كما يقول بعض الفقهاء.
وقيل قال بعض العلماء لو كانت أشياء خفيفة بسيطة فلا بأس بذلك، وقيل إن كانت حاجات السفر المهمة طعام شراب بعض الأغراض قيل أنها لا تضر. نسأل الله سبحانه وتعالى وفقنا وإياكم لطاعته ومرضاته، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. متفرد بعد البخاري صحوا.